وهو ملف العسكري، حيث قال العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة إن قوات حرس الحدود تمكنت من إحباط محاولة تهريب 40 كيسا من المتفجرات وثماني عبوات اسطوانية من نفس المادة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة لإحكام السيطرة الأمنية على الاتجاهات الاستراتيجية ومنع عمليات التهريب إلى داخل البلاد. وأضاف في بيان له أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط عربة بدون لوحات معدنية في منطقة البويطي بداخلها 2.5 مليون قرص مخدر ومبالغ مالية، وتم تسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولمزيد من التفاصيل حول الجهود الأمنية وجهود القوات المسلحة للسيطرة على الأوضاع وضبط الحدود، ينضم إلينا من شمال سيناء مراسلنا هناك الزميل أشرف سويلم. يا أهلا بك يا أشرف، ويريد تضعنا في آخر هذه التفاصيل. أهلا محمد. طبعا الخبر الأبرز اللي هبتدي بيه وهو استشهاد مجند من القوات المسلحة ضحى بحياته من أجل إنقاذ يعني فريق أمني كبير كان يداهم ويلاحق عناصر تكفيرية في قرية زارع الخير مساء أمس في على مدخل مدينة العريش. وطبعا المجند من محافظة دمياط ده مجند بطل، ولمح أحد العناصر التكفيرية يدخل إحدى الأشرشة البدوية لكي يعني يستعين بحزام ناسف. بالفعل المجند لمح العنصر التكفيري وهو يرتدي الحزام الناسف وفي طريقه للخروج للقوات لكي يفجر نفسه، فقام المجند باحتضان العنصر التكفيري بكل قوة حتى أجبر العنصر التكفيري على تفجير نفسه بالحزام الناسف بعيدا عن القوات، وبذلك استشهد المجند وانتحر العنصر الإرهابي. وطبعا نجح المجند الشهيد البطل في ان هو ينقذ القوة الأمنية المرافقة دي، فطبعا دي كانت بطولة كبيرة جدا احنا ما نقدرش ان احنا ننكرها، ودي بتشبه نفس البطولة اللي كانت في محاولة تفجير تفجيرات الكتيبة 101 لما المجند الموجود على الباب البوابة احتضن ايضا انتحاري بحزام ناسف واجبره على تفجير نفسه هو المجند. فطبعا دي مؤشرات عظيمة على ان الجيش المصري فيه ابطال وانه في طريقه للنصر باذن الله. طبعا محمد 25 يناير فيها ليها استعدادات خاصة على مستوى الحدود في سيناء، فطبعا التنظيم بيحاول ان هو يوصل له اي دعم لوجستي، فطبعا نجحت قوات حرس الحدود النهارده في نفق الشهيد احمد حمدي من احباط نقل متفجرات كميات كبيره من المتفجرات يمكن اشار اليها سياده العميد محمد سمير المتحدث العسكري الى سيناء. وطبعا تم ضبط سياره بيجو بداخلها كميات كبيره من المتفجرات كانت بطريقها الى شمال وجنوب سيناء لتنفيذ عمليات ارهابيه في الفتره التي ستسبق 25 يناير. طبعا في معلومات ان في عملياتها تجري خلال الفتره القادمه لاحداث اي اضطرابات في سيناء، وطبعا الجيش يقف لها بالمرصاد. قوات حرس الحدود مع قطاع غزه طبعا بتحبط اي عمليات تهريب او انفاق. طبعا كانت في منظومه انفاق حديديه نجحت القوات في ضبط نفق منها، وايضا نجحت قوات الجيش في ضبط خليه نسائيه لاول مره. تم ضبط سيده متخصصة في زراعة العبوات الناسفة وتفجيرها، وتم ضبطها في مدينة رفح وأرشدت عن 4 آخرين، ودول كانوا تابعين لتنظيم بيت المقدس. وتم ضبط سيدة أخرى في مدينة العريش في حي الصفا جنوب مدينة العريش كانت بتستخدم منزلها، لها شقيقين واحد أحدهما قتل في تفجيرات طابة 2006 والآخر قتل أثناء زراعة عبوة ناسفة، فتم القبض على هذه السيدة وتبين أنها تستخدم منزلها لإيواء العناصر التكفيرية وكنقطة انطلاق أيضا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش. طبعا بالنسبة قوات مسلحة نجحت أيضا في ضبط عنصر تكفيري في غاية الخطورة متخصص في زراعة العبوات الناسفة، وكان صيد ثمين للقوات طبعا إن هي قدرت تقبض عليه حيا ومحاوزته عبوة ناسفة. في يعني زخم كبير من المعلومات موجود الآن لدى سواء الشرطة أو الجيش في سيناء لتنفيذ عمليات استباقية ونوعية ضد العناصر. طبعا القوات المسلحة نجحت في استتباب الأمن في رفح والشيخ دويد تحديدا وفرض السيطرة الأمنية تماما. بالفعل في سيطرة أمنية تماما على مجريات الأمور في جميع ربوع سيناء بنسبة 100% تماما. جنوب سيناء مؤمنة تماما، شمال سيناء مؤمنة تماما، القوات المسلحة بشكل يومي مع قوات الشرطة. وضحت الصورة الزميل أشرف سويلم من شمال سيناء، شكرا.